احنا شفنا البنات اللي كانوا مخطوفين اللي كانوا في ايد داعش، شفناهم ودلنا لهم امل، عملنا وركشوب سميناها وركشوب الاحلام، وكل البنات قعدوا يحلموا ممكن يبقوا ايه النهارده، اللي عايزه تبقى محاميه، اللي عايزه تبقى صحفيه، لكن لقينا حاجه، الكل بنت نفسها تنقذ اخواتها اللي لسه في سنغال. احنا النهارده بنقول اتفقوا معانا في الصلاه، اتفقوا معانا بالايمان كل البنات المخطوفه ترجع. النهارده في 4000 على الاقل 4000 شخص لسه في ايد داعش، لكن في منهم اللي رجعوا، اللي هربوا، اللي الحكومه ساعدتهم عشان يهربوا. عايزه اقول لكم في بنات عندهم جرأه وعندهم ايمان، واحنا تعرفنا بالبنات دي من سنه، والنهارده رجعنا لهم عشان نعمل برنامج اسمه تك اوفر تراما، ازاي نستخدم الكمبيوترات والتكنولوجيا عشان نساعد ونشجع البنات ونعلمهم انجليزي ونديلهم علاج نفسي ونساعدهم اللي يبقوا هم القائدة او الليدرز بتوع بكره. فان شاء الله بكره هنعمل افتتاح كبير وعندنا كمبيوترات، وكل يوم ويوميا البنات هيتعلموا ويتشجعوا، وانا متاكده ان هم هيغيروا الدنيا، عشان اي بنت ممكن تمر بالظروف البنات دول مروا بيها، والنهارده لسه واقفه وبتبتسم وبتقول انا عندي امل، اي بنت زي كده ممكن تغير الدنيا.